جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا ريشي نيرو في جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا ماذا حصل في صفاقس وين كان معرض الصناعة التقليدية وكانت ما سمي بوكالة الأنباء الصحراوية أعطت خبر بأنه وفد البوليساريو يشارك في معرض صفاقس الدولي للصناعة التقليدية وشوفوا هاوليك دبلوماسية صحراوية وحبوا يورطوا تونس بالسيف حابين يورطوا تونس كما دارنا ضربة لنا لما السفير المغربي اتصل بالسلطات التونسية قال احنا ما عرضنا ما جبنا واش اللي كاين يشوفوا بانه كان في معرض واحد اخر نظم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وين نظموه في تونس وين في تونس قرب معرض صناعة تقليدية لصفاقس واش هذه بلادك تصرف فيها كما تبغي يا صح لو كان جينا موحدين بيان سور ولكن انتما راكم مقسمين مشتين دايرين النميمه دايرين الفتنه بعد تجي تونس وتنظم معرض فيها هو شكون تجيب فيه بتجيب فيه البوليساري دونك تبين بانه الجزائر هي اللي نظمت هذا المعرض اللي ما له حتى علاقه بمعرض الصناعه التقليديه لصفاقس وراحت تعرض في جماعه البوليساريو وجايبين الرقم ديالهم ولكن رغم هذا رغم انه منظم من طرف شوفوا هنا اهانه اخرى للجزائر رغم انه منظم من طرف يعني جهه جزائريه هذا اتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين رغم انه هما اللي السلطه التونسيه والشرطه التونسيه مشاو حاو ضربوا تاع البوليسان نحو ضربوا اللي يجي يدنس الارض التونسيه لانه هنا باين كاين يعني النيه الخبيثه العصابة هو أنهم يحاولوا بشتى الوسائل يخفوا فتنة ما بين تونس والمغرب يحاولوا كيش يخفوا فتنة ما بين تونس والمغرب وما ينجحوش ما ينجحوش إن شاء الله ما ينجحوش المعرض هذايا اللي داروه زي داروه في قاعة أفراح اللي عمرها ما كانت قاعة معارف دار في قاعة أفراح كانت في منطقة جنب معرض صفاقس وحاولوا ينشروا دعاية يعني انه كاين مشاركة دولية كيفاش راح يجيبوا ليبيين وجوه ما يجيبوا البوليس قال هاي معرض دولي شوفوا هادو صحاب النميمة وصحاب الآخر ما يفرحوش والله ما يفرحوش دار بدلهم قشة من التواسة قال يا رح تطبق رح بعيد على وش في عود يرتبوا بمشاكلهم ويحاولوا كيفاش يربح هذا الشعب الجزائري الطيب ما راح ينزلوا يخلطوا في التوانسه يخلطوا في المغاربه ويخلطوا في الصحار ويخلطوا في الداخل المهم قولهم درك يشدوا ارواحهم لانه العراق مش بزاف اسبوعين دعوه
بضحك هيك، شوفوا هذا بعد شيء.